اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من شادو اوف ذا اردر تري. قبل ان نبدا الحلقه خلي لايك واشترك بالقناه وخليك وياي بالمتابعه. طبعا اصدقائي احنا جينا هذا المكان، هاي انقاض راوى العتيقه غربا، هاي مكانها بالخريطه. زين هسه عندنا مكان هنا نريد نروح له نوصل له، تابعوا وياي. هذا مكان سري باللعبه. زين نؤخر من هاي النيران، نصعد بسرعه ما لنا شغل بذوله. لا 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 ما لنا علاقه بهذا الحكي. اتجه من هنا دقيقه، اكو عندنا هنا شيء. ندخل من هنا. نفتح هذا الكرانك، باعوا هذا الكرانك، نشغله. ما لنا شغل بهذولا. اوه بس اجانا هذا. خلاص هذا يتراجع هذا العدو. سنصعد باعوا من هذا بس انتبهوا من هذا العدو قوي شوية. نصعد بهذا المصعد. اي هسه ننزل من هنا باعوا من هاي المكان. دقيقه نختار مكان بس زين للنزله، اتوقع هذا احسن. باعوا من هذا المكان نجي ننزل بهذا المكان. دقيقه بس انتبهوا لا توقعون. ننزل لهنا حلو، كمل طريقنا اللي قدام عادي، ما عندنا مشكله. اوكي انا ما اتوقع القى شيء بس تكون ما نوقع. بعد نكمل من هنا. هذا اللي نريد نوصل له احنا، هذا المصعد باعه. زين هاي الجريس اللي نريد احنا نوصل لها، باعوا وصلنا لهذا الجريس. هذا هو المكان الجديد احنا بعدنا ما مكتشفين. هسه كمل طريقنا، ننزل من هنا، كمل طريقنا منا، شوف شنو عندنا. ما لنا علاقة بهاي الشلاب المزعجة. كمل طريقنا. دقيقة 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 دقيقة، لازم ندير بالنا من هذولا. طبعا هذا دائما اكره هذا الغول الكبير. نشوف وقعت فتشي والله طلعت حجارة عادية ما لها قيمة يعني بصراحة. ننزل منا. المفروض فكرة النزول منا طبيعية. الحصان عندنا ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، بسيطة الشغلة هاي. دقيقة هنا ايش عندنا؟ ما لنا علاقة بسالفة الحصان. عندنا شكله دخول زعيم والله. هنشوف إذا اكو شي هنا أنا بس قبلها. اكو ناس هنا. رول مملكة الظليع يعني مو فد شي. زعيم هذا. خلينا نحضر تجهيزاتنا. سو اوكي. خلينا نحضر اول شغلة اول ما ندخل هاي ال نحضر هاي السبيل. نحضر السكالت روت. باعوا لان هو ضعيف ضد السكالت روت. ما اعرف اذا انصاب بالسكالت روت لو لا انصاب. اي حلو ماكو مشكلة. مبين عليه هم مو سهل والله. استخدم عليه مال مزمير. بسرعة نستخدم الرمح. شنو قاعد يستخدم عبدنا؟
دم 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 بسرعة. حركته سريعة أكثر من استخدم عليه. دقيقة. دم 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 بسرعة. دم 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 بسرعة دم بسرعة. بسيطة بسيطة بسيطة. حاول استخدم علينا هاي. نار ما النار ما النار. حيستخدم علينا لاتنينج. قضينا عليه. هو اضعف شيء ضد النار. طانع صار الوحش السماوي. طبعا هسه اصدقائي احنا هنا غرب الساحل اللازوردي، اريد نوصل لهاي الجزيرة. هسه حرايكم الطريق شلون نوصل لها. نستخدم اول شيء الحصان. هاي طريقها سري. هنجي لمين؟ هنجي لمن هنا. بس انتبهوا لان اكو هنا عدو بالمكان. باعوا نزلون من هنا. هاي اكو هنا مدخل. بس عليك كيفكم توقعون، تبوا توقعون. باعوا هاي وصلنا للمكان. خلينا نشوف اول شيء هذا الطريق. هسه بعد ما ندري هنا شنو عندنا. عندنا مكانين. هذا شنو هذا شنو؟ عندنا طريقين. شنو 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 الوضع؟ ما ادري هو الطريق الاساسي ويا هو الطريق الجانبي. هاي اسلاب ما لنا شغل بيها. كل طريق وين يوصلنا ما ادري. هذا طريق جانبي بي ايتم. نشوف شنو هذا الايتم. نبتة الضريح العظيمة يعني زين. هسه نرجع. هذا يعني نبتة الضريح العظيمة. هاي تفيدكم مال تطوير هاي الارواح السبيرت. زين. بس دير بالكم من هذولا. بس دقيقة اكو ايتم بس ما اتوقع يطلع، ما اتوقع الايتم يسوى. خلنا نوخر من ذولا مزعجين ما لنا شغل بهم. اوكي. هسا نروح لطريقنا الرئيسي الاعتيادي اللي هو منه. الوضع بين مو لطيف. ما ادري شنو اكو بالمكان صراحة. بس هي كانت شلون الجزيرة منعزلة ببحد. طبعا راح يطلع هذا، طبعا هذا اللوبستر المزعج. بس هم زين انهزمنا منه. ما اتوقع يعطينا فشي مهم اذا قتلنا. هسه وصلنا لهاي الجزيرة اللي البحرها على الخريطة باعو. كائنات من البداية. نشوف لنا اذا اكو شو اسمه جريس. لازم اكو جريس او المفروض يكون اكو جريس يعني على الاقل. اكو شلون ال دينجن هنا او شي. هنا اكو دينجن. اوكي ماكو مشكلة ندخل. طبعا يعني 100% زعيم. الضريح الجنوبي المجهول. زعيم. ما ادري صراحة يا زعيم، ما عندي فكرة عن الموضوع. المفروض نقدر نسترعي الممك غير. لو ما نقدر. لا ما نقدر نسترعي الممك. راقصة رانا. استخدم عليها مرة. دم ناخذ. لا وخر عنها وخر عنها وخر وخر. ممتاز. ناخذ دم 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 بسرعة. ممتاز. هذا افضل شيء ضدها. اطلاق السرانة نقضي عليها بطريقة مثالية. قضينا على هذا الزعيم. نصل رانا الراقص. وال شو اسمه؟ الدرع مالته هم. هسه
هنروح لهذا المكان، هنرجع له. باعوا قلعة مانس متر، ندخل لهنا. خلنا نرجع بالله نفتح المكان. اوه جولان دخلت كغزو. اوه دقيقة دقيقة دقيقة، خلي دم شوية. رجعت غزو من جولان مرة ثانية، قضينا عليها. Grant me a mother's strength. Look here at my fingers. I will be the true mother, and I will be the only mother. Oh, زعيم زعيم. ما نقدر نسترعي. سبلت لازم إحنا قتال وياه. استنى تمشي. Oh دقيقة دقيقة دقيقة. Oh طلق وايد ناس. Oh دقيقة دقيقة. زين احنا خلينا نعوف هاي الاصابع. كونتي ميرر ام الاصابع. دقيقه دقيقه دقيقه. كانه على اساس احنا راح نخليك. دقيقه دقيقه. الاستامينا مالتها ما قاعد. دم 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 دم، بسرعة دم. بسرعة دم دم. اي قتلنا. كرة جرس يمير. عصا الأمومة. اوه خدنا عصا سحرية. وال شو اسمه؟ الاوتفيت مالته درع. اوه قضينا عليه. حلو. فحص شنو هاي؟ فحص هاي. اذا نرجع ندخل المكان عادي باي وقت. اكو ايتم بس اريد ناخذه نسيناه بالمكان. نقدر نستخدم الاسم؟ لا كان ما اخذيه. ما اخذيه مغلس على الوضع يا لعب. زين ها عندنا هنا ايتم نسيناه احنا ما اخذناه. هذا الايتم دقيقة شنو؟ وصفة حائك الأصابع 2. زين زين سنكمل طريقنا منها. عندنا هاي الشخصية. باعوا هاي الشخصية الفارسة. تطوها وحدة من الخيارات العناصر الموجودة اللي هي عندي موجودة. هاي العناصر باعوا. هاي وحدة من هذين العنصرين، قزحية النعمة أو قزحية الاستتار. كل وحدة من تطوها لهاي الشخصية راح تعطيكم آيتم مختلف. هسه نجي نحكي الشخصية. قزحية الأولى راح تعطيكم سبيرت، بس أنا أفضل أستخدم القزحية الثانية اللي هي السودة تعطينا سلاح. أوكي no light anywhere at all. This is the night I know. Our night. سيف الليل خذنا. اوه هسه حنروح لقرية الكاهن. حراويكم حتى نوصل لهذا البرج قمة راباث. باعوا نرجع من هنا الجسر، نرجع حتى نوصل لقرية الكاهن.
اللي تخلينا ننزل قمة رباط. زين نصعد، لازم اسليه فوق نصل لقرية الكاهن. نصعد لازم لي فوق قرية الكاهن. هاي قرية الكاهن. حلو هذا المكان، الطبيعة البي والتفاصيل بالمكان كلش حلوة. نصعد لازم. نجي لهنا أنا باعو لهذا الطريق ونبدي النزول حتى نوصل للمكان، يصير هذا القمة رباط جوانا منه مكان النزول. باعو هذا مكان النزول منه، ننزل على كيفنا. اي هاي نزول منه أنا صحيح. ننزل خطوة بخطوة مو اي اي منه بالضبط، وراها منا باعوا هذا اللي يوصلكم لقمة رباط اللي هاي القمة البرج هذا قاعد تشوفوه. على كيفنا لازم. تفضل ننزل للقمة رأسا هيك، ما يحتاج ال اوكي. هذا باعوا هذا المكان الشباك هذا تنزلون عليه، حتى ننزل على هذا الشباك نركض بهاي الطريقة. لا شوية شوية بعد شوية. اي وصلنا للمكان باعو، لقينا هاي الشخصية الفارسة. فحص الدمية، دمية انا. اي نزلنا بالضبط. نعدنا ايتم كرة جرس لساحر البرج. ها بعدنا هنا صندوق جديد جوا بهذا المكان، صندوق عندنا. مدفع رباس. اوه هذا سلاح حلو. ماشي عندنا شي يجي عندنا هنا. المفروض منا نفتح مختصر يمكن. اي بالضبط مصعد. هذا فتحنا المصعد اللي نقدر هسه ننزل بيه بعد مختصر منه راسا نجي. هاي الطريقة اللي توصلكم لقمة راباث. طبعا اصدقاء سجينا احنا هذا المكان باعوه لهاي الجريس، فجوة ري القلعة بهذا المكان. عندنا مكان سري نوصل له هسه حراويكم شو وين. باعوه هذا العملاق اللي هنا المنطفية ناره، هسه حراويكم شلون هنخليه يتحرك من مكانه ونفوت للمكان السري. بس حتى تحتاجون هذا الايتم باعوه صناعة العنصر، تصنعون هذا الايتم باعوه قدر المصهر العملاق، تصنعوه وراها شو نسوي؟ نجي لهنا هذا المكان دقيقة. نصعد منا انا باعو، ننزل من الحصان او لا خلينا على الحصان ماكو مشكلة. نجي منا انا باعو، ناخذ هذا الايتم، كمل منا انا، نصعد هنا ونصعد هنا باعو بهذا المكان بالضبط. تجون لهذا المكان بالضبط باعو حتى نشمر عليه هذا الايتم، حنشمره هنا باعو. وين حنشمره؟ هنا بهذا المكان. تقتربون تقتربون قدر الممكن وشمروا باعو. باعوه فتح المكان السري. حرقنا شوية بس ماكو مشكلة. باعوه فتح المكان السري. هذا المكان السري شنو بيه؟ شغلة مهمة عندنا هنا، هذا السلاح. دقيقة خلنا ننزل. هذا سيف الغمد الحجري. هذا السلاح طبعا سري وبطريقة تخلي السلاح سلاح النور وسلاح الظلام. سلاح يعني مميز هذا السلاح. هسه حراكم الطريقة شلون تفعلون
يكون سلاح نور او سلاح ظلام. تمام، هسه اول شيء عندنا هنا خلينا نشوف هاي شنو بيها دقيقه المكان. عندنا هنا هم ايتم ناخذه، قوس الذهبي العملاق، حلو هذا هم سبيل طعنه. هسه وين نروح؟ حنفعل اللايت مال السلاح مالتنا، نروح لهذا المكان انقاذ راول عتيقه غربا. هسه منا ندخل من هذا المكان، ضعوا ندخل من هذا المكان، ما لكم شغل بهاي تبوا بس من هاي السبيل قاعد تفوت. وقفكم من هذولا، نجي من هنا نكمل قبل، ما لنا شغل بهذولا. نجي من هذا المكان، ما لنا شغل بهذولا، نعوفهم ما لنا اي شغل بيهم. لازم بشكل شوي نبوق الايتم، خلاص هذا هو، ما يحتاج نقاتلهم الا. هسه نجي وراهم مين؟ نجي من هنا باعوا، من هذا المكان، من هذا المدخل. نلقى ذولا مزعجين، ذولا بقدر الممكن بسرعة ركضوا. بقدر الممكن بسرعة ركضوا، جاهلوهم. نشوف هذا الايتم شنو، بس يكون ايتم يستاهل، لا ما بي شيء. ايتم ما يسوى اي شيء. بسرعة نوصل لهذا المكان، هاي هي باعوا لهذا المكان. سعدنا دقيقة، هنا ايتم، هاي هنا وصفة الزعيم الاعظم 9. هنا الفكرة، هنا اكو جسر خفي باعوا بهذا المكان، فامشوا عادي. هنا اكو جسر خفي باعوا، هنا جسر خفي، كملون اللي قدام عادي، هذا حيوصلكم لهذا المكان باعوا. جسر خفي هنا مين شاف؟ هذا هو، وصلتوا المكان النور باعوا. رفع سيف الغمد الحجري في الضوء اللي اخذناه ذاك المكان، حصلنا هسه قدرة الضوء مالته. باع القدرة مالته، قدرة مالته فتاكة، هذا قدرة السلاح. هسه اكو نصب مثل هذا، نصب ظلام، هم راح نلقاه وهم راح نقدر نفعل به قدرة السلاح الثانية. هسه اصدقائي حتى نقدر نحول السيف للدارك، نروح لهذا المكان باعه بالخريطة، نحدده، نوصل لهنا، اكو دنجن نوصل له، طبعا من هاي الجريس واجهة القلعة. هسه حددنا نروح له. تروحوا له من هذا المكان، اكو دنجن بهذا المكان، بيه الضريح اللي حول السيف الى دارك. نعم المفروض اي ما لكم شغل بذوله. ننزل من هنا، اول مكان هنا هسه مال ضرق شو اسمه دنجن جوا صاير. هذا باعو، افتح الباب، ما لنا شغل بالورانا، اتوقع هم لحقونا اصلا بس ما لنا شغل بيهم. ننزل سراديب صدع الضباب، هذا هو المكان المطلوب. اخذنا الجريس، هذا هو. هسه كمل طريقنا، ندخل بالكاتاكومز. هاي اسهل طريقة تقتلون دول بالدنجن، هذا اسهل سلاح، افضل سلاح يخلصكم ضربة واحدة من القدرة مال السلاح تخلصون من هذول حتى لا يزعجوكم، هذا افضل شيء. ومن مسافة يعني ما تحتاجون مسافة بعيدة وهو ساي، افضل طريقة ضاعوا. هاي اوه ما انتبهنا لهذا الفخ، بس يتحرك، لازم نتحرك لهنا. اول ما ينزل لازم نتحرك بسرعة، ركض. باعوا، رأسا قضينا عليه، لا ندوخ نفسنا ولا نزعج نفسنا، هذول اسهل شيء ضد هذول المزعجين. طبعا هسه اكو خاتلين منا ومن كل مكان،
ما حد يعرف شنو موضوعهم دوله. هذاك شلون نصيده؟ سهله، هسه انا اصيده عبالك بس انت تستخدم سحر من بعيد. طبعا الموضوع بالبساطه، ما يحتاج لاكثر من هيك، تقدرون تصيدون دوله بكل سهوله. بس خلينا ننتبه من هذول الصغار. باعوا، ذكرنا هذول الصغار. باعوا، خلصون الدنجن هيك بسهوله وبدون اي ازعاج. هاي احسن طريقه تخلي الموضوع بسيط. يعني دول يكونون الصغار سبام. اوه واو. قضينا عليه ضربه واحده ونجدد عود. بس خلينا ندير بالنا زين. باو هذا السلاح اللي يخلي الموضوع عندكم بسيط بدرجه كلش كبيره. اكيد السالفه مو فارغه، ما اتوقع بس هذا. اي باو هذا افضل حل لهذول المزعجين. وصفه فارس التنين العريق، حلو. اخذنا وصفه من هذا المكان. سيف السحليه العظام، ما لنا شغل بالسيف السحليه. باعوا، الموضوع يصير كلش بسيط بهذا السلاح. يعني هذا السلاح ضرره هولي طبعا. هسه اذا نزلنا لهنا اكو هاي، وين توصلنا؟ ما معقول. دقيقة اكو شيء هنا. دقيقة دقيقة نسوي له هاي الحركة وهم نخلص منه. باعوا، كل بساطة هذا الدنجن اللي يكون مزعج وصعب يكون سهل كلش بهاي الآليات. واستخدموا هاي السبيل هم تفيدكم. اهم شيء استخدموا دمج هولي بهذا المكان، مكان ضعيف ضد الهولي. هاي الموضوع صار اسهل من الاعتيادي. بس خلينا ندير بالنا لان اكيد هذا سهل مكان محشيهم هذول من هذول. احتمال لي فوق لي جوا ما ادري. بس لحد الان ماكو شيء. دقيقه اكو شيء قدام. لا ما يحتاج، ما يحتاج هذا، ما يحتاج. اكو فارس هناك اللي قدام. قضينا على هذا الفارس. ليش قاعد تهاجم منه؟ قضينا عليه. احتاج اكثر من هيك شيء. نشوف شنو هذا الايتم بالله. تتشبه العظيم، يعني المكان كله جانبي كان. يلا بسرعه. يلا. والله كان قضت علينا. حتى لو راد يلحقني راح يموت. هسه جينا لهنا. واو، خلصنا الموضوع ببساطة، يعني محتاجين وقت. هذا السلاح هو السبيل مال هولي يخلون هذا المكان عادة يكون مزعج، يكون كل سهل. طبعا هذا المزعج، بس مو مزعج وياي طبعا. باو هي تمشط المكان اذا اكو مزعجين بعد، خلاص تقضي عليهم. هسه هذا هاي السبيل هم تفيدكم. شوفوا خلصنا المكان على السريع. بس لا اكو بعد من ذولا. طبعا بلا اكيد ما راح يخلى المكان منهم من ازعاجهم. زين هسه بقى ذاك هم شغلته سهله. ندز عليه هاي. هاي اخر محاوله الى ازعاجنا لين قضينا عليها. كل شغلات نلقى
طلعنا على هذا، فاجئنا هذا. لازم اول ما تروح نتحرك بسرعة. بس هذا الساحر حيسبب لنا مشكلة. قضينا على هذا الساحر، خلصنا منه. هسه لازم نتحرك، هذا سهلة شغلته بسيطة. قضينا عليه، قضينا على هذا اللي بصفه، طلع اكو واحد بصف النوبة. هسه اكو واحد منا. روم مملكة الظل. هسه نحن نوصل لهذا المكان مال السيف، لازم نصعد لي فوق. قد يكون. طلعوا صعدون بهذا المكان، خلي يرجع يصعد. بس ماكو واحد هنا. هنا عندنا كنز ناخذه، رماد الحرب، سهم البرق الصغير. هذا رماد حرب تاخذه هنا. هسه نخلي هاي تنزل ونصعد، نصعد عليها. كم اللي قدام؟ دقيقة نوصل لهذا المكان. باعوا تشوفون، هذا هو الضريح اللي تقدرون تغيرون بهيئة السيف الى السيف الدارك. حال سلاح سيف الضوء تشوفون، هذا سيف الضوء. نجي لهذا الضريح، ضريح الدارك، فحص المذبح، نحول السيف الى الظلام، صار سيف الظلام. باعوا طبعا هذا السيف، سيف الضوء اذا تمطروه على اخر شيء وجيتوا حولتوا سيف الظلام، سيف الظلام هم يكون على اخر تطويره، فماكو مشكله بهذا الموضوع. هذا شكل السيف. هاي قدرته، هاي قدره سيف الظلام. ترجع تنزل مره ثانيه. يلا يلا لازم ندير بالنا. نزلنا خلينا نشوف، لازم نرجع ننزل لي جوا، ننزل هنا أنا. بالضبط هسه راح نعبر من هاي الباب، لازم بسرعة نتحرك من هاي الباب. شنو هذا الموضوع؟ شوي ممكن يكون صعب بس عبرنا، ماكو مشكلة. هسه خلينا ندير بالنا، هسه ننزل بالمصعد. هسه اتوقع المكان الزعيم. هاي المكان الزعيم. طبعا بس العيب بالدنجن هنا بالدن رينج انه مري يخلون مختصر ورا ما توصل المكان الزعيم، ما يفتحوا لك مختصر، يعني اذا متت انه تجي لهنا راسا، لا لازم ترجع خلص من البدايه في النوبه، فهذه الشغله ما حلوه صراحه. هسه جينا وصلنا لزعيم الزعيم، بس لازم ندير بالنا هذا الزعيم مزعج نوعا ما، ما راح يكون شيء سهل. استخدم هاي عليه رأسا. هاي بعض هذا الزعيم ضعيف ضد الهولي بشكل كلش كبير. استخدم عليه هاي، تاكل دم رأسا. لا لا امامك امامك. خلنا نستخدم عليها هاي اقوى شيء. شارب. لا ممتاز، لسه مشكلة. قضينا على الزعيم، باعوا هذا السلاح اقوى شيء ضده. فأس فارس الموت، فأسي فارس الموت المزدوجين، وميدالية الكهرمان القرمزي زادت 3. هالميدالية المطورة، ممتاز. طبعا هسه احنا بهاي المكان بهاي الجريس قاعدة الانقاض العتيقة، تمام؟ نريد نوصل لهذا المكان، باعوا هذا الفوق هذا، تمام.
هسه تحرك منه. هذا المكان احنا بالحلقات السابقة فتنا اليه بس ما وصلنا لهذا المكان السري، وعندنا ذولا انتبهوا منهم الجولم الكبار. ففضل اوه كان صابنا والله الا شوية. انزين ختلنا ورا هذني الشغلات، راح ضروري يختل ورا هاي الشغلات لان هذول الجولم يصيبوه. بس ما طول شو اسمه ما طول احنا قاتلين ورا الاشجار ما عندنا مشكلة. بس احنا لازم نجي من هنا طبل هذا المكان، كمل قبل عندنا هنا قاعدة لازم نكسرها. اي هاي القاعدة، هاي القاعدة اللي لازم نكسرها. هاي كسرنا هاي القاعدة خلاص، انفتح ينبوع الأرواح حسب ما هم مسميه اللي هو هنا اللي حيصعدنا اللي فوق. باعوا هذا اللي ينبوع الأرواح اللي انفتح، هذا اللي حيصعدنا اللي فوق. بس خلنا ننتبه من الجولم. باعوا هو هذا هدفنا، نوصل لهذا المكان. باعوا هذا المكان السري اللي فوق، فتحون هاي ينبوع الأرواح من هنا نصعد. اوه صعدنا اللي فوق، واو ممتاز. هسه باعوا طبينا مكان جديد، هذا هو اللي اشرناه احنا اصلا. شو عندنا هنا؟ ها اوكي هذا الضريح، ما طول هذا الضريح ما تكو زعيم هنا. طبعا دقيقة هسه ندخل للزعيم. عبور الضباب، ها ما يصير نستدعي ويا ماكو مشكلة. نستخدم له الرمح، احنا اقوى منه بهواية. لا لا وخر 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 وخر، دم 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 بسيطة. دقيقة دقيقة دقيقة، وخر شوية نأخر شوية وراها نهاجمه. هلا صار الاستامينا مالتي خلصت. لا صابني دم، اخر اخر بسرعة دم. هاهي ناخذ دم حتى لا نصاب بشي، وهاي قضينا عليه. طبعا هذا الزعيم ضعيف ضد اللايتنينج، فاذا تريدون تستخدموا الاسلاح لايتنينج او سبيل لايتنينج يكون احسن شيء ضده، بس لان انا قوي فما محتاج هذا الشيء. اوه حصلنا حلو سلاح والدرع مالته كامل. تمام اصدقائي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى انكم استمتعتوا وانتظروني بالحلقه الجايه من Shadow of the Erdtree.